أو هم الطلبة 14 طالبا الذين سيكرمهم الشيخ، هؤلاء هم المتفوقون في الطلبة. أما بقية الطلبة فسيكرمهم إن شاء الله الشيخ محمد سامي بعد الانتهاء إن شاء الله من تكريم الشيخ للطلبة المتفوقين. الطالب الأول الشيخ محمد سامي، فليتفضل زورا مشكورا. الشيخ مفيد الرنتيسي بارك الله فيه. الشيخ معن أحمد أبو سلمى. الشيخ فارس حداد. الشيخ أبو عبد الرحمن الروسي. الشيخ أويس أبو الشرخ. الشيخ طارق حاكم ضومكي. الشيخ أبو حفص أحمد القيسي. الشيخ أبو عبد الرحمن عمر النجار. الشيخ أنس عبد الإله المقداد. طبعا ملاحظة أن الشهادة والإجازة العلمية التي تسلم للطلبة الآن لم تختم ولم توقع، لأن فضيلة الشيخ اشترط أن يحضر الطالب إلى مسجده حتى توقع أو تختم، فالإجازة لن يتم قبولها واعتمادها إلا بعد الختم والتوقيع، وهذا لن يكون إلا في مسجد الشيخ حتى يلتقي كل طالب على حدة. الشيخ أبو البشير سلطان العيني. الشيخ سامي محمود الزبن. الشيخ سامي الزبن. الشيخ إيهاب العديلي. الشيخ سعيد تيم. وهكذا شيخ تم أمر 14 طالبا. طيب بإذن الله تعالى.